مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا رغد وهي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون حول موضوع حقيقة انفصال سماح سهيل زوجة ابو جوليا، وعشان تعرفوا شو الموضوع وشو الحقيقة احضروا الفيديو معي من النهاية. انتشرت في الساعات الأخيرة خبر طلاق زوجة الشيف أبو جوليا من، وتداولت الناس هالخبر فما كانوا متوقعين أبداً هالشي يصير، وبالذات إنه كنا نشوف كيف زوجة أبو جوليا بتساعده بالتصوير وبأشياء تانية كتير. هل هالشي صحيح ولا لا؟ وشو السبب وراء هالموضوع؟ رح أخبركم بهذه الفيديو، بس قبل هيك تعالوا أحكي لكم على طول مين هو أبو جوليا وشو جنسيته ومين بيكون. أبو جوليا اسمه الحقيقي محمد خالد الصبي، ويلقب بأبو جوليا، من مواليد قطاع غزة وعاش فيها لحتى صار عمره 27 سنة، أما حاليا فعمره ما يقارب 32 سنة. سبب شهرة أبو جوليا وهو معرفته وخبرته الجيدة جدا في الطعام. انتقل مع زوجته للعيش بإنجلترا واستقر هنا، وقدر يحقق شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أسلوبه المميز وطريقته الخاصة في تقديم وصفات الطبخ. تعالوا هالآن نشوف شو موضوع طلاق زوجة أبو جوليا من جوليا وشو السبب. انتشر مثل ما حكيت لكم في الساعات الأخيرة خبر طلاق زوجته من أبو جوليا، وهالشي بعد ما نشرت زوجة أبو جوليا خبر انفصالها على حسابها الخاص على فيسبوك، وهالشي تسبب في حزن جمهور أبو جوليا، فما كانوا حابين أبدا إنه ينفصل عن زوجته، وصاروا يتساءلوا حوالين السبب اللي ممكن يخليهم ينفصلوا. أما بالنسبة للأسباب اللي كانت واضحة للمتابعين فهي أكثر من سبب. السبب الأول شهرة أبو جوليا، فهالشي خلى المتابعين يعتقدوا إنه ممكن أبو جوليا يصير عنده إهمال لزوجته بسبب كتر المتابعين اللي عنده، فصار يحس إنه هو بيستحق وحدة أحسن من زوجته اللي هو بيعيش معها حاليا. أما السبب الثاني فهو عدم التفاهم بينهم، ففعليا ممكن يكون في بيناتهم مشاكل خاصة وما حد بيعرفها غير أبو جوليا وزوجته، وما قدروا يتوصلوا لحل مناسب يقدروا يتخطوا حياتهم بدون هالمشاكل فانفصلوا، ويمكن هالشي ما يكون له علاقة في شهرة أبو جوليا. هاد هو السبب الثاني اللي كان المتابعين بيعتقدوا إنه سبب انفصال أبو جوليا عن زوجته. أما السبب الثالث واللي الأغلب حكى إنه ممكن يكون هو السبب الرئيسي لانفصال صالوم، فهو عدم ظهور زوجة أبو جوليا معه في فيديوهات. فأبو جوليا مثل ما كلنا بنعرف ما كان يظهر زوجته معه في الفيديوهات، وأكيد كان هو عنده أسبابه الخاصة، ولكن الأغلب حكى إنه أبو جوليا لأنه من فلسطين عنده عاداته وتقاليده الخاصة، فما بيحب ينشر صور زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي. فمثل ما حكيت لكم هاد كمان ممكن يكون سبب لانفصال أبو جوليا عن زوجته، فممكن هي تكون حابة إنها أيضا تظهر معه على الفيديو وهو منعها. أبو جوليا لحد هذا الوقت ما صرح شو سبب انفصاله عن زوجته، واعتبر إنه هالشي من حياته الخاصة وما أحد له علاقة إنه يوضح له شو سبب انفصاله عن زوجته. وطبعاً أبو جوليا الآن في قطر وبيحضر كأس العالم، واعتبر المتابعين إنه هو تجاهل هالقصة وسبب انفصاله هو بيخصه وحده فقط. احكوا لي أنتوا بالتعليقات شو رأيكم حول موضوع انفصال أبو جوليا عن زوجته، واحكوا لي شو بتتوقعوا السبب. هيك بنكون انهينا هالفيديو لهذه اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله، وشكرا لمشاهدتكم.